بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي حياكم الله جميعا. اليوم قصتنا قصة رجال ينقال له مبروك، وطبعا مبروك صار شيخ يعني، ولكن قبل ينادونه طايح الحظ، يعني يلبجون لبج لقب، يعني يقولوا له طايح الحظ، حظه طايح الرجال يعني. ومشهور بهاي السالفة يعني، من كثر ما تصير معاه مواقف يعني مثل ما يقولون يندى لها جبين الإنسانية، وين ما توجه وين ما حاول وين ما كذا وين ما راح الرجال معتر، رجال ما له حظ. يوم ولد مبروك وصار عمره تقريبا يعني 3 سنوات، يعني من طفولته قاسية، كانت حياته قاسية، ومبروك رجال ذكي وأسودته الحياة، مستوي، يقولون مستوي يعني. مبروك صار والده صارت معاه مشكلة وبلش مع عرب، مع جماعة يعني، ومشى سافر برا البلد، والقصة صارت بالجزيرة يعني. سافر برا البلد ومشاكل عشائرية وكذا، وطلع برا البلد يعني. طلع برا البلد كان عمر مبروك تقريبا شي 3 سنوات يعني. 3 سنوات مبروك والدته صارت تتواصل قديما يعني، صارت تتواصل مع أبو مبروك، يا أبو مبروك كذا، ترجع ما ترجع، صار خلاف بيناتهم يعني خلاف زوجي. هذا الخلاف وصل إلى الطلاق يعني، أبو مبروك طلق أم مبروك، وابنك يا مبروك قال والله هذا ما اعترف بابنه يعني ما اعترف بابنه، قال هذا وين يربى مبروك وين كذا، والدته أمه حوالي بعد ما طلقها بفترة سنة يعني، كان عمر مبروك حوالي 4 سنوات، تزوجت وتركت مبروك يعني. تشوف طايح الحظ، طايح حظه فعلا، طايح حظه يعني. تركت مبروك، ما ربت ابنها ولا كذا، راحت تزوجت وخلاص يعني انتهى الموضوع. والده ما اعترف عليه يعني. المهم احنا قصتنا مع مبروك، ولكن هذا شيء متعلق من بداية حياته، يوم استفسرنا عن قصته بالضبط يعني طلعت من البداية فعلا يعني، ما تسمى طايح الحظ عبث. وين يعيش مبروك؟ عند خواله. والله مبروك اليوم عند خاله فلان، باشر عند خاله فلان، ما صارت كذا كذا عند عمامه، راح مبروك من عمه هذا لعمه هذا، المهم مثل ما يقولون نيد شاجف ليد لاجف يعني. قضاها يعني حياة يتيم، يتيم متشرد فعلا، يتيم يعني. أبوه وأمه عايشين ولكن يتيم يعني، هذا بحسبة يتيم يعني. أو من فلان ومن كريم المستحي، من كريم المستحي، وين مبروك؟ مبروك يسرحونه بالقنم، وين مبروك؟ راح يشغلونه بالمكان الفلاني يعني. مبروك تبهدل يعني، وين ما توجه، مشان ما ننسى يعني، تصير مواقف يعني ما توفق بيها يعني. ليش اشتغل شغلة مثلا سرح له بدواب مثلا او كذا، ما امور تعقدس، ولا الدواب يفطسن يصير زلزال، يصير كذا. المهم يعني ليه راح مثلا فلح له فلاحة ما تنتج، واخذت الناس تعرفون يعني فوق الحمل علاوة يعني، فوق هالشي الناس ايضا ما ترحم يعني، قالوا هذا طايح الحظ، وين رايح؟ طايح الحظ، وين جا؟ طايح الحظ، راح اسم مبروك راح، بعدين طلع صار شيخ مبروك يعني، هذا فيما بعد يعني. المهم يا جماعة الخير، مبروك بدأ يفكر يوم صار شاب يعني،
شاب 24-25 سنة، طبعا لا يمكن يتبادر الذهن مبروك أنه يتزوج. ليش أنه ما يتزوج؟ يعني ما عنده شيء، فقير مسكين كذا، ما عنده شيء يعني. يعني لا عنده بيت، لا عنده مهر، لا عنده كذا، ما يفكر بهالموضوع نهائيا، حاذف هذا الزواج من باله. وأيضا يعني إذا تقدم الناس تقول يعني طايح الحظ، يعني مثل ما تقولون منو يزوج طايح الحظ، منو هذا اللي بيتصخم طايح الحظ. وعلى هالشكل والشاكلة ماشي حياة مبروك. مبروك قال يعني صفن بحياته، ومبروك ذكي يعني مر بحياة قاسية وكذا، تعلم نشأ منها يعني، شاف من قد ما شاف، من قد الفشل، الفشل ينشأ يسوي رجل يعني ذكي. بدأ يفكر أنه لازم يكون في غلط، هو ذاتيا يحكي يعني، يقول أني أفكر بيني وبين ذاتي أنه لازم في غلط قاعد يصير معاي. يعني مو معقولة هسه، ممكن الإنسان يروح يحاول محاولة محاولتين ثلاثة ويفشل، ما هذا شيء طبيعي، الفشل ما يعني يعني. بس مبروك 1500 محاولة فشل يعني في كل مشروع يقدم عليه. قال لازم خلاص يعني أنا لازم أجد يعني ألاقي حظي. يعني مثل ما في رجال أيضا طايح حظه يعني، فيقول أبحث عن حظي بهالحياة، أبحث عن حظي، أبحث عن حظي. فيقول ليلة من الليلات وإن هذه وحظي، قال برؤية يعني، شفت حظي بالرؤية يعني. قال وشوف حظي وانه طامس بالوحل إلى رقبته. قال والله تألقف، وهذا حظي يقول أعرفه حظي، يقول تألقف، قال ومد يدي أريد أجره ما ينجر، أعره ما ينهر، مد يدك أقضب كذا، أقضب يدي أكمش كذا، تساعد حظه تطالعه من الوحل يعني. فبعد ما عجز وشاف انه حظه ما يعني مرض ما اكترث نهائيا، فيقول غصت حظي بالوحل يعني. هذا رجال ثاني غير مبروك يعني، يقول دستو بالوحل يعني، قلت له خلاص روح ظل طايح طول حياتك. فهذا مبروك بدأ يفكر انه لازم يا جماعة في شيء يعني، يقول يعني يستشير كذا، هذا اللي يقول له هيك كذا، هذا اللي يقول له كذا، هذا اللي يقول له كذا. يا أخي أنت مثلا ما قاعد تنتقي الشغلة المناسبة لك مثلا يعني، يجي شخص يقول له أنت ما يعني ما قاعد تدرس تحسب أمورك بشكل جيد، صدقني إذا حسبت أمورك بشكل جيد وقرشتها وكذا وهاي لابد ما تتوفقين يعني. فيقول تكتك أخطط أسوي كذا، أدرس الأمور خلاص يعني ضامن النتيجة قبل ما أبدأ بالهاي. وقال فشل ذريع، شنو يصير معاي؟ يقول فشل ذريع يصير يعني، طبعا بغض النظر عن الأسباب. يقول أنا جيت لي على جماعة يعني صار عمر مبروك حوالي يعني 28 سنة، يقول أمشي بهالعربان يعني أسرح، ألقالي فلاحة، ألقالي شغلة. قال والله لقيت لي فلاح مشروع زراعي وبدهم فلاح وما يعرفون انه أنا طايح الحظ. يقول ما اقدر اقول ولازم يعني يتعذب يا جماعة. مبروك عانى معاناة لا يمكن انه يتصورها العقل. ما اقدر يقول، ما اقدر اقول مثلا اذا جيت اقولهم أنا ترى حظي هيشد وهيشد والمكان اللي فوت عليه خالص بتصير بي شي يعني، معاناة نفسية يعني شغلة. يقول والله قاعدين بهالفلاحة وأني فلحت والأمور يعني ماشي الحال ماشي. أقول أني أحيانا قبل الموسم يحترق الزرع مثلا أو يصير شيء أو كذا أو يعني، يقول قاضب قلبي الجماعة هذولا. قال بي عندهم رجال قال لي يا مبروك
لازم احنا نرش الزرع. قالش زرع شمخ، شمخ يعني صار للمحزم، يعني ما ظل شهر نحصد يعني. قال لي لازم نرش مبيد، وبدي اجيب مرش ورش المشروع يعني. فيقول اني عندي خبرة شوي بالهاي، يقول شفت المبيد ما يعني، قلت له هذا المبيد، قال لي هذا هو طبعا صاحب الرزق، قال لي إيه هذا هو، جبته من المكان الفلاني كذا هيك كذا يعني. يقول والله يعني قاضب قلبي يعني، يقول ما مبيد رشه يعني مش راح يس ما راح يصير شيء. قال والله وبدأت ورشيت الزرع يعني حوالي 120 دونم. قال رشيت الزرع من هين نهارين الثالث، قال اسبلة مالت تميل يعني ونلهفت يعني، اللهفت يعني تيجي تفرك الأسبلة ما تلقى بيها حب. يقول سبحان الله يعني أذبلة الذبول صار بل بسبلة نفسها يعني من هذا المبيد اللي رشيناه يعني. قال والله رحت على الرجال هذا، قال فورا ذكرت موضوع ما سوينا شيء الا المبيد يعني. طبعا يقول انا اعرف انا بطايح الحظ اعرف حالي يعني. قال قلت له ترى انت لهفت الزرع بالمبيد كذا، سويت جه شاف كذا جو العالم استشاروا زراعي كذا هاي، قال لهم انطوني العلبة طول علبة، قالوا هذا دواء غير يعني مبيد غير مبيد يعني. المهم يا جماعة ويروح المشروع كلياته. قال والله يا جماعة ما أعرف يعني ما أعرف شو أسوي بحالي يعني. وصلت معاي أنه فعلا بعد يعني هذا المشروع رغم 20-30 بحياتي ويصير معاي بهالشكل هذا يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله، شو أسوي؟ يقول شو أسوي بحالي يعني. قال جيت على الزرع المزارع، قلت له يا ابن الحلال طبعا الزرع سوينا بي، قال ضمناه للغنيم يعني ما ظل بي يعني. وبالبداية اللي جربوا على غنم يعني على راس غنم تاكل منه يوم يومين، قال ما حد يرضى ايضا ياكله بي مبيد وممكن ياثر على الغنم والكذا. بعد تجارب يعني بألف واسطه تمشينا الزرع ضمان يعني يسمونه ضمان ينطونه للغنم يعني. المهم قال والله قلت له يا ابن الحلال اني بصراحه يعني اخفيت عليك سر وما اعرف شو اقول لك. هذا المزارع فكر مباشره أنه في سبب ثاني غير المبيد يعني. قال له شنو قل لي بي عندك سويت شي بالزرع كذا أنت؟ قال له لا يعني. قال له أني سبب يعني، يعني مبروك بذاته بضميره يعني، شاعر مسكين أنه هو سبب أنه يروح المحصول هذا أو الزرع يعني. يقول قلت له أني حظي طايح وأني كذا وأني كذا. قال لي يا ابن الحلال وكل الله شو تسولف انت يعني، هذا ما هذا كلام فاضي فارغ يعني، ما عليك ما عليك يعني. يقول والله هداني شوية وكذا، قال أنا واصلة معي مواصيل يعني هداني. قال لي خلاص بلا يهمك يعني، بس لا تقول لي طايح حظ وما طايح حظ، هاي خرافات وكذا، وكل الله الله هو اللي يرزق. قال قلت له خير ان شاء الله. قال في بالمشروع يعني هل المشروع هذا بمكان غريب يعني، تمشي هيك تبزرع تشوف كل الارض هاي نابته بيها زرع يعني، بمكان يسمونه القرعه. القرعه هاي حوالي 100 متر مربع، هاي ما ينبت فيها شيء نهائيا. قال مبروك اني كل هالسنه افكر بهالقرعه هاي اللي يسمونها القرعه،
يعني مثل الصلع ما يطلع بيها شيء قرعها يعني. قال أنا أفكر بهالقرعة هاي أنه ليش ما يطلع بيها زرع يعني من دون هالمنطقة كلياتها ليش يعني. قال والله فكرت بيها. طبعا المزارع قال لي خليك وتساعدني بشغل ثاني، عندنا بستان وعندنا كذا وهاي، وخليك أنت يعني مو خلاص راح المشروع أنت تروح، أنا بدي أعوضك وبدي أعطيك أجرك وتعبك وكذا، وهذا الموضوع أنت ما لك علاقة به يعني، هذا أمر الله وصار يعني، وأنا اللي غلطت وأنا اللي جبت المبيد وأني وإلى آخره. قال والله رحت على رجال شوية كذي يعني إلو، قلت له بي مكان بالمشروع وإحنا نتسولف طبيعي يعني ونضحك أنه أني طايح الحظ وأنا اللي خربت المشروع وأني كذا وقال لي كذا. قلت له بي مكان ما ينبت بي زرع. لشلون يعني ما ينبت بي؟ ما يصير يعني، أرض لازم تنبت يعني. قال لي والله الله وكيلك، يسمونها القرعة، حوالي 100 متر مربع ما ينبت بيها أي نبات بالبلكون يعني. قال له زين مش رايك تشوفني إياها يعني؟ قلت له شوفك إياها. قال والله نطلع بواسطات يعني ركاب يعني، وجينا وقربنا على المشروع وقعد عندي، أنا عندي غرفتين قعد بيهن وكذا. قال وخدت وشوف فيها يعني. قال لي هذن يعني هذا الشخص عنده شوي خبرة بالآثار وهالأمور هاي يعني، يظل ينبش يعني. قال هاي الأرض بيها أو تحتها في شيء يعني. شلون في شيء؟ قال هاي أرض مقلوبة وفي آثار تحتها لذلك ما تطلع ما تنبت يعني. طبعا بغض النظر هي أسباب والله سبحانه وتعالى بده يتمم أمره يعني، إن كان غلط أو صح أو علميا أو هذا الشيء علمي أو مو علمي، ولكن الله سبحانه وتعالى هداهم لهاي، هدا هذا الرجل لهاي الفكرة يعني. قال له هاي تحتها آثار لذلك ما تنبت يعني. قال له إيه شلون شو نسوي؟ قال له نحفرها. شلون نحفرها يا ابن الحلال؟ قال له نحفرها. قال هاي الأرض ما هي أرضنا، شلون نحفرها وشلون نمد ايدنا عليها وشلون كذا؟ قال له زين بس يجي أبو فلان المزارع نقول له يا أبو فلان احنا نريد يعني مجرد أنه نحفر بهالمكان هذا يعني، وعسى ولعله انه يلتقي بي شيء وما راح ناثر على الارض يعني، ما راح نضرها او كذا، بعد ما نحفر نرجع ندم الارض مثل ما كانت يعني. وطبعا بوقتها يعني الحفر وهاي الامور صعبه شوي امنيا يعني. قال والله جه قلنا له فعلا. قال والله يا مبروك، اني اعرفك انت يعني، الرجال هذا ما اعرفه يعني، اما إن شاء الله يعني احفروا أنا ما عندي مشكلة يعني، وإن شاء الله الله يرزقكم وكذا. قال قلنا له لا يعني أنت صاحب الأرض وهاي احتمال نلقى بيها شيء، فقبل ما نبدأ لازم نتفق يعني. قال والله هذا يعني مو مقتنع يعني، صاحب الأرض مو مقتنع أنه ممكن راح يلاقي شيء يعني. فقالوا له شلون؟ قال يا مبروك أنت ان لقيت اخذ اني ما اريد يعني. قال قلت له لا نقسم، هل نلاقي نصين، نص الي ونص لك يعني، وطبعا ناخذ حصه لفلان المعانا الرجال الشاب هذا يعني. تفهم المهم بالنص يعني. قال وراح المزارع ما باله شيء نهائيا. هذا الشخص ينقال له خضر اللي جمع مبروك. خضر عنده فعلا عنده خبرة يعني، من قد ما حفر ومن قد ما سوى وكذا، فجاء عن طريق يعني حفر بمكان لقى يعني مثل الإشارة، بدأ استدل عن طريق هاي الإشارة. قال له في بير بهاي القرعة يعني، بقطعة هاي الأرض لازم في بير. شلون نلقى البير؟ قال بدنا نقيس قياسات وكذا وكذا. قال نقيس ما عندنا شغل يعني، نملك كل الوقت يعني.
قالوا فعلا ونقيس ونقيس ونحدر ونجي نلاقي يعني على مسافة تقريبا بنفس الهاي بس بطرفها يعني. قالوا حفرنا شوية فعلا يا جماعة وإذ في بير يعني. طبعا خضر كان يستشير شخص له يعني بالآثار والكذا، فدلاهم وعلمهم طريقة القياس، قالوا هنا في بير وهذا البئر في شيء، وهذا الشيء يعني يعادل ثروة، إنما هذا البير ملغوم. قال قلنا له شلون ملغوم؟ قال هذا في بسم الله الرحمن الرحيم يعني شيء مثل اللغم يعني. قال قلنا له شلون ملغوم؟ يعني آثار حتى ألغام وكذا ما كان. قال لا لا لا، هذا في فخ البير يعني، أنا مشان أطالعها من ذمتي، هذا الشخص اللي يعرف بالآثار يعني، أنا مشان أطالعها من ذمتي في بير، بس هذا البير لما تحفرون فيه في فخ يعني، يعني ممكن تموتون، ممكن يصير عليكم شيء، ممكن أني ما إلي شغلي يعني. قال والله يعني كلامه أخذنا بيه، سيما وأنه هو دلانا وفعلا طلع في بير، بس شنو نوع اللغم؟ قال بي يعني بي فخ بالبير، وبدكم تنتبهون يعني، وانتو نازلين بالبير ممكن تهون بمكان وتروحون يعني خلاص تموتون يعني، ممكن يعني اعطانا احتمالات كثيرة وكلياتها مرعبة صراحة يعني. قال قلنا يعني اني يقول بدأت افكر، قلت يا مبروك انت طايح وطايح، اطيح بهالبير يعني، هاي الطيحة خلها يعني تكون الأخيرة، تكون المهم يعني، طيب البير يا ابن الحلال. قال ترددنا، ظلينا فترة خايفين. قال والله ونجيب شباب ولد عمنا اثنين معانا، وجبنا قناديل وأضوية وكذا، مرتبين أمورنا. قال طبعا لقينا البير يعني، حفرنا على مسافة 50 سنتي، قال لقينا البير. شلون لقينا البير؟ قال البير في إله مثل الفخار دايره يعني، ملبس حجر، فخار أو حجر أو كذا، قال ملبس دايره، مبين واضح من تحفر شوي يظهر عليك دائرة قطرها حوالي متر وربع، هذا بير واضح يعني. قالوا بدأنا حفر وأحفر أحفر، طبعا الأرض ما هي قاسية يعني، هذا بير مردوم، مردوم من شقد، من 100 150 سنة تقريبا يعني. قالوا نزلنا، قال يوم وصلنا مسافة 12 متر، قالوا تجينا يسمونها غلقة، الغلقة هاي يعني مثل صبة الكونكريت وجاي غطى على دائرة القطر البير تماما يعني مسكرته. قال لما وصلنا انها دقيناها، قال لونها ابيض وشيء يشبه الصخر، يشبه الرخام، يشبه هيك يعني تقريبا، اما شنو نوعيتها ما نعرف. قال قلنا هاي نهاية البير، والبير هذا ما في شيء نهائيا، اجانا سد يعني خلاص يعني. قال والله فعلا ونروح على الخبير خضر ومبروك. جينا عليه قلنا له على مسافة 12 متر احنا طلعت علينا مثل الغلقة، صب مصبوبة يعني. قال تمام هذا هو، انتو قربتوا. قال قربنا من شنو؟ قال انتو قربتوا يا جماعة من الكنز يعني، هذا بئر تكنيزي يعني، مو سوال في كنز يعني، مو سهل. قلنا له تعال معانا، قال انا مالي علاقة، شايفين هاي الصخرة اللي مسدود فيها البير؟ قال احنا نفكر صراحة بالابداع شلون نزلوا هاي الغلقة يعني على قطر البير تماما من صخر، قال عرضها 7 سنتي وبيضة، قال شايفين هذا الغطاء احتمال يقلب بيكم بالعكس،
يعني تكون واقف بجهة يقلب بالعكس وتروح تهوي على مكان وتجيك شنو مثل البسامير جوا، بسامير صخرية تطعن وتموت يعني. هاي على الطريقة الرومانية طبعا، يسولف خبير آثار هذا. هاي قال أعتقد أنه الفخ بهذا الشكل. قالوا يحكي لنا يحكي لنا، حط وضعنا باحتمالات كثيرة. مش معانا؟ قال أبدا مستحيل يعني. فيها مسؤولية وفيها كذا، أنا ما لي شغل، لكن أنا يعني أدليكم وأنصحكم وكذا، ومن البداية قلت لكم ترى ممكن يكون هذا البير عبارة عن قبر لكم. قال قلنا له قبر مو قبر يعني، وأصلح حدها يا ابن الحلال، خلاص احنا توكلنا على الله وهذا هو. قال توكلت على الله اكسر. نكسر؟ قال اكسروا بس انتبهوا وينزل شخص واحد مشان ما تروحون كلكم يعني. من اللي ينزل؟ من اللي ينزل يا جماعة؟ من اللي ينزل؟ قال واقفين بهالليل، من اللي ينزل؟ من العلو قلب وينزل هاي النزلة وراح تكون الأخيرة. قال قلت لهم أني طبعا مبروك اللي يسولف بطل قصتنا يعني. قال قلت لهم يا جماعة أني، قال يعرفوني يعرفوني طايح الحظ يسموني، والعزال ينادوني طايح الحظ. قال قالوا لي يا مبروك ما بي إلا أنت يعني. قلت لهم إي بالله، أني من البداية قلت اسمي طايح، اريد اطيح بهالبير خلاص يعني. يقول والله جينا ونزلت يعني، نزلت شايل قنديل وشايل معدة مطرقة او جاكوك يعني كبير. قال نزلت حطيت هالقنديل وتوكلت على الله وبدأت اكسر. قال ضربت ضربت، بدأت يعني مو بسهولة. قال أضرب بكل ما أوتيت من قوة، وعلى مسافة حوالي نص ساعة تقدرت أحدث بيها صدع يعني شرق يعني، وهكذا. قال أشتغل ساعة بس ما بشي يعني، ما طحت. يقول أنا مطمن أنه بعدها ما في شي، بس أنه بنفس الوقت أنه طلع ما فيشنج يعني، هاي على اساس تكون غلقه وتؤدي الى شيء. قال ابدا ما في شيء. قال كسرت من الجهه الثانيه صارت نصين، كسرتها صارت اربع. قال قلبت تحتها طبقه رمل يعني مسافه يقول 10 أو 15 سنتي. قال يوم كنا ندق عليها يطلع كأنه في فراغ تحته، لكن يقول مو في رمل يعطيك لما ندق كأنه في فراغ تحته، يقول في رمل يعني رمل عادي يعني. طالعوا هالصخر هذا اللي كسرناه، طالعناه يعني. قال طالعناه فوق، اسحب اسحب يسحب يعني، اسحب القسم الثاني الثالث الرابع 4 كسر 5 كسر اللي هن يعني. قالوا طلعناهن فوق. قالوا رحنا على الخبير، قلنا له هيش وهيش صار، ما بلا فراغ ولا فخ ولا لغم ولا بشي، ما في شي يا ابن الحلال. قالوا شلون ما يصير يعني، لازم بشي يعني. قال والله ما بشي، وهذا الرمل قال شلنا له عينه من الرمل. قال فتح الكيس شاف الرمل، رمل. قال لهم هذا رمل عادي يعني. ايه؟ قال رجعوا لي وشوفوا الجهة اللي من تحت يعني من جوا مرسوم عليها رسمات شي. قال رجعنا ما في شي، قلنا له ما في شي. قال لهم يا جماعة معناته يعني ربما هذا المكان محفور قبلكم يعني ومشول الكنز، إنما هذا البئر ما تسوى إلا لينحط بيه كنز يعني. شلون نوقف بعد هالتعب وهالكذا؟ قالوا ما أعرف يعني، ما أقدر يعني أقولكم كملوا تكملون وما يطلع بيه شيء، أقولكم اتركوا ويطلع بيه شيء، هذا موضوع يعود لكم أنتوا يعني.
قال والله ونقرر وندرس الأمور. قال بدنا نكمل نكمل نشوف شنو بيجوا. وفعلا نكمل. قال كملنا حفر 12 متر 13 14 15 16 17 متر. قالوا احنا لازلنا نحفر حتى الهواء صار غير جوا، ما في اكسجين كافي انه يعني. قال اول شيء حصل معانا طبعا يقول احنا نحفر البير مستمر من بعد هذا الدائر الصخري مستمر يعني. قال شلون نعرف احنا انه في ارض بكر والارض اللي محفورة مبين الارض المدمومة تكون اطرى يعني. قال لما نتوصل حد الدائر تصير قاسية الارض نعرف انه هذا حد البير. قال وهكذا ماشي. قال اول شيء مرعب تماما يعني، مرعب بكل ما تحمل الكلمة من معنى. قال احنا نحفر امتى؟ من بعد 12 بالليل الى الفجر. قال صوت يطلع علينا صوت. قال هذا تقريبا من بعد 16، بس قال يقوى الصوت كل ما اصرينا على الحفر اكثر ونحفر يعني. قال شنو الصوت يطلع علينا؟ شنو الصوت؟ قال واحد يشخر. شلون يا مبروك واحد يشخر؟ قال واحد نايم وقاعد يشخر شخير 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 تماما، بس ايش قوي يعني، يقوى الصوت اكثر واكثر كل ما نحفر. قال رجعنا على تبع الاثار خبيرنا، قلنا له احنا اليوم طلع علينا صوت. قال صوت شنو؟ قال قلنا له صوت يشبه يعني خلينا نقول التنفس او كذا. شلون يعني تنفس؟ قال كأنه واحد يشخر. قال شلون يعني يشخر؟ هذا لا يكون في واحد نايم فوق وانتو كذا، ما يصير يعني، شلون واحد يشخر؟ قال قلنا له والله وكيلك يا ابن الحلال، اعطينا مسجلة، مسجلة قبل يعني ما كان فيه جوالات وكذا، اعطينا مسجلة نسجل لك الصوت. قال سجلوا له الصوت، ما صدق. قال قلنا له جن رصد ما رصد؟ قال ما في شيء والله، جن نايم وقاعد يشخر وانتو تحفرون فوقه يعني يعني ما هي منطقية يعني، الجن ما يمزح يعني، ما يمزح معاكم يعني. حتى فرضنا لو جن او كذا، مو والله واحد نايم ويشخر يعني. قال اخذنا وبدنا ان نحفر. قال لما ينزل الواحد بالبير ننزل اثنين. قال ننزل يعني اثنين مشان نقدر نحفر. قال يطلع الصوت طبعا مو دائم يعني، كل بين مثلا 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة قال يطلع الصوت، صوت شخص يشخر، انما كأنه انت موجود بنفق تحت الارض وهذا الصوت واحد يشخر يعني يطلع الصدى يعني، ما هو صوت تماما مثل ما وصفه، ما هو صوت تماما شخص بجنبك يشخر او نايم ويشخر يعني. قال سجلنا له واخذناه، اخذنا الصوت. قال فعلا يعني هذا، انتم متاكدين هذا الصوت موجود داخل هذا البير؟ قلنا له يا ابن الحلال شنو قاعد نمزح معاك يعني، هذا الصوت موجود من داخل البير وهذا الصوت اللي حكينا وهذا. قال هذا مو شخص يشخر يعني. قالوا شنو عجل؟ قال ما اعرف يعني، لا هو شخص يشخر ولا هو صوت ريح او كذا شيء من هذا القبيل يعني. اما قال احنا قلنا له مو تماما يعني شخص واحد يشخر يعني شيء مشابه. قال الخبير كسر القلم. قال ما اعرف. شلون ما تعرف خبير وكذا؟ قال والله ما اعرف يا جماعه، بتعرفوني يعني لو اعرف انصحكم يعني، بس ما اعرف.
والله واحد يشخر ببير عمقه 17 متر، ما أعرف، ما واردة بعلم الآثار هذا الشيء. شلون شو نسوي؟ قال والله ما أعرف يعني، ما أدري، استمروا أنتوا، سويتوها وسويتوها، استمروا. قال رجعنا صراحة في عامل آخر أنا ما تطرقت له بالقصة، يعني يقول الصوت مخيف. شنو والله أنت يعني تماما أنت بقبر، يعني شنو أنت جوا فجأة تطلع شخرة واحد، يعني واحد قاعد يشخرب جنبك، يعني شيء يعني مرعب. أنا ما تطرقت لهذا الموضوع من أجل موضوع الرعب وكذا وهيك، يعني ولكن شيء مرعب مرعب، يعني قال لي يوقف شعر راسك لما يطلع الصوت يعني. قال والله نكمل، قال الصوت يقوى. قال بدأنا خلاص يعني قلنا بدنا نكمل. قال وإذ يا جماعة بالجنب تماما مثل الجدار يعني، قال وبدأنا نحفر باتجاهه. وقال لما يطلع الصوت قال بلش نقرأ ونسوي وكذا خايفين. قال شلون صارت الرسمة؟ بير دائري قطره متر وربع، بعدين شي يجيك تربيعة مربع، مربع صخري. المربع الصخري هذا قال حفرنا بيه حوالي 60 سنتي وماشيين معه. طبعا النقل ومشان تطلع يعني دلو الأتراب اللي حفرته مشكلة يعني، وإحنا 4. قال حفرنا منه تقريبا 60 سنتي في جدار تماما على الداير، معمر الجدار. شنو بيع الجدار؟ بيع الجدار أسهم، ولكن الأسهم متقاطعات، يعني سهمين متقاطعات فيه، واحد باتجاه الأعلى وواحد باتجاه الأسفل، ولكن شوي مايلات يعني متقاطعات من آخرهن. تمشي شوية مع الجدار أيضا نفس العملية، التربيعة مترين بمترين أبعادها، يعني طول مترين وعرض مترين، بعمق ال 18 متر، صار تقريبا 18 متر. قال جينا بهذا اليوم، قال قلنا بدنا نحفر، ما حد يعني احنا بمكان بر يعني نحفر بالنهار، وبيني وبينكم خايفين، لذلك جينا بالنهار، قلنا على أساس عذرنا عن قرار الحفر، لكن نقول رجعنا بالنهار نحفر. قال حفرنا شوي وصلنا هاي المسافة 60 سنتي اللي حكيت لكم عنها. قال قلنا لهم خلاص يعني شنو خلاص؟ قال يئسنا أسهم، رحنا على الخبير قال أسهم ما فهمت شيء. قال يئسنا، قال قلت لهم أني أبو حظ طايح وحظي طايح، وحتى إذا بي كنز ما راح نلقاه يعني من ورا حظي، شلون شو نسوي؟ قال قلنا له اطلعوا. قال طلعنا من البير كلياتنا. قال احنا ايش مسوين؟ جايبين برميل وشاقينه ومسوينه مثل الغطا، غطا لهذا البير تا ما حد يشوفه او يقع بيه او كذا، يجي شخص يمشي بهالليل او كذا. قال غطيت، غطوا، قال غطوا، قال غطينا ومشينا خلاص يعني ما عاد نرجع على هذا المكان. قال يا جماعة ونمشي مسافة تقريبا 300 متر عنا البير. قال أبدا، صرنا 200 300 متر عنا البير. قال اللي صار يشبه القنبلة الذرية تماما تماما، مبروك يقول تماما مثل ما أقول لك، يعني صار شيء مثل القنبلة النووية يعني. قال انفجار حتى بالعصر هذا الحديث أيام الصواريخ والبراميل والكذا والهاي، قال ما شفت مثل هذاك الانفجار اللي صار، انفجار غير طبيعي، لدرجة انه قال
لما صار الانفجار كل واحد صار يركض باتجاه، ما نعرف يعني لا بي قبل طيران يقصف مثلا وتقول والله انقصفنا بطيران. قال نركض كل واحد، يعني فعلا كل واحد باتجاه يركض من قوة الانفجار. وشنو سوى؟ سوى غيم. الانفجار يقول سوى مثل الغيمة، يعني مثل يشبه لي مثل قنبلة هيروشيما. قال صارت غيم 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 فوق فوقنا، صارت غيمة يعني من قد ما طلع شنو؟ قال دخان أسود. يا لطيف لهالدرجة؟ شنو اللي صار؟ قال ما نعرف يعني. قال ما بي المزارع موجود. قال طلع يركض من صاحب الأرض يعني. شنو السالفة؟ قال قلنا له والله ما نعرف يعني. شلون ما تعرفون؟ حدا صار عليه شيء كذا؟ قال قلنا له ما بي حدا. شنو صار؟ قال قلنا له والله سكرنا البير اللي كنا نحفر بيه وقلنا نجي بعد يومين ثلاثة ندمه، ومشينا مسافة وصار هذا اللي صار اللي شفته يعني. قالوا خايفين، ومسافة نص ساعة تراحت هذا الغبار يعني، العجة السوداء هاي تراحت، يقول نص ساعة ساعة تراحت يعني. خايفين الناس بدها تفزع تشوف شنو هذا الانفجار، شنو هذا اللي صار هنا يعني. قال الله جاب محجة، لأنه فعلا احنا ببر وما حولنا حدا يعني. شلون يا جماعة؟ قال نرجع على البير، بدنا نشوف نلقي نظرة شنو صاير. قال والله ونرجع. طبعا هذا الغطاء البرميل مو موجود ولا التقى يعني. قال شنو صاير؟ صاير هاي الدائرة حوالي 50 متر حوالي هذا البير، قال عبارة عن سماد أسود. قال تمسح بإيدك الأرض وتشوفها كأنك حاطها بموقد في سماد أو في شيء، الأرض مصبوها سودة. قال شنو؟ قال بدنا نروح على فلان الخبير، روح على فلان على فلان. قال جينا قلنا له، قام يضحك، شبيك؟ قال هذا اللغم، مو قلت لكم هذا ممكن يكون في فخ وكذا وهاي ودير بالكم؟ ايه. قال خلاص انتو فعلا اقرب شيء الى الكنز حاليا يعني. اي كنز يا ابن الحلال؟ صار انفجار نووي هذا يعني. قال قلت لهم هذا عبارة عن غازات موجودة بداخل هذا المكان، وهذا الشخير اللي كنتوا تسمعونه هو صوت الغازات هاي لما كانت تطلع. شلون ما انفجروا احنا موجودين؟ قال احنا ما كنا ندخن. ليش ما كنا ندخن جوا يعني بداخل البير؟ يقول ما كنا ندخن لانه الاكسجين يلا تسحبه يعني، يلا تتنفس، فما بالك عاد تدخن يعني. قال لو نازل حدا ومشغل جوا سكارة أو كذا فعلا انفجر علينا. قال ضيقة النفس هاي ما تجي على 18 متر. طبعا تحليله هو هذا الخبير، خبير الآثار، هل هو صحيح أو مو صحيح مو يعني، ولكن فعلا يعني يبدو أقرب إلى المنطق يعني. قال هذا ضيقة التنفس اللي كان يصير معاكم ناتج عن الغازات، لأنه 18 متر يكون فيه أكسجين. والانفجار هذا صار ليش صار؟ لما غطيته البير. قال لما غطيته البير انحصر الغاز، صار شرارة معينة أو كذا أو هاي، وصار الانفجار. ولو كنتوا موجودين حواليه كان خالصين. يقول عاد مو نكون بداخل البير، نكون حواليه نموت يعني. شنو اللي صار يوم عاد رجعنا؟ طبعا فتكم بالحكي، البير رادم من قوة الهزة والانفجار، رادم كلياته رادم. قال قلنا الله سترنا وما أنا وما نهار السالفة وكذا. قال والله رجعت، وتخيلوا يعني شلون شعور مبروك بهاي اللحظات يعني، بهاي الأيام يعني. مشروع الزرع راح والكذا، وكل ما يمشي على شغلة ما تضبط وسالفة يعني. قال والله نمت هلكان تعبان يعني.
قال والله يجيني جدي، جدي فلان بالرؤية يعني. قال جاني وجدي جد مبروك رجل صالح يعني معروف يعني. قال ويجيني يمسكني من إيدي. قال يوم إن مسكني من إيدي صارت إيد جدي سودة. قال طبعا ما يحكي معاي جدي، بس يقول سبحان الله أفهم عليه، يعني مثل اللي يقول لي شايف يعني من شينك أعمالك صارت حتى إيدي سودة يعني. قال المهم يقول لي تعال، طبعا ما يقول له ما يحكي معاه، حكي يقول ما حكى معاي بس أفهم عليه هيك بالرؤية إنه أفهم شو بده يعني. قالوا ياخذني. وين أخذني؟ قالوا يفوتني بالبير، بالبير اللي كنا حافرينه. قال فوتني على البير بعمق البير وقال لي ضحك شوف، قال يا جماعة وإلا فرس ذهب، يعني هي مي يقول مو تمثال يعني، ذهبي فرس تتحرك وكذا وشيء، فرس حية يعني فيها روح ولكن من ذهب يعني. قال وأروح أمشي على الفرس يعني من قد ما يقول فعلا فتنت بجمال هالفرس هاي. قال وأمد إيدي على ناصيتها يعني. قال وحطيت لمستها بإيدي، الخير في نواصي الخير. قال شنو بي بجنب الفرس؟ قال في أسعدان قرد يعني. قال يوم رجعت طبعا جدي يقول لي، بل اللي فهمته يقول لي انه يعني استمر ولكن عملك سيء، يقول هذا اللي فهمته يعني، ما حكى معاي كلمني بشكل مباشر بس يقول اني افهم علي. يقول يوم لمست الفرس من جمالها وكذا ومديت ايدي على ناصيتها واحترفت على جدي واثمو موجود يعني. قال والله قعدت الفجر يعني. قال ومباشرة أتوضأ وأصلي وكذا من شفت هاي الرؤية. قال والله يقول فهمت يعني، مو قبل هو يقول أنا بي عندي شي غلط، ليش ما قاعد تتيسر معايا الأمور إلا في معادلة غلط عندي يعني. يقول بإذن الله هاي هي لقيتها، عملي ما أصلي ما كذا ما يعني. قالوا أبدأ أصلي وأتقيها مظبوط يعني، وروح مسافة يعني حوالي شهر شهر ونص. قال قلت لهم أني شفت جدي، قالوا شفت جدك كذا فلان الله يرحمه رجل صالح، هذا لازم شفت خيل بداخل الهاي، قالوا هذا خير يعني. قال فسرناها احنا، ما في عندنا مفسر ولا جوجل نفسر ولا ابن سيرين ولا كذا، قال احنا فسرناها انه خير وانزل، وهذا السعدان هذا اللغمة الطق يعني اللي بجنب الخيل. قالوا فعلا يا جماعة بلا طول سيرة ونرجع. قالوا نحفر ونحفر نحفر نحفر. قال وصلنا الى 60 سنتي ونستمر داخل المربع اللي داخل الدائرة جوا بالبير يعني. قال حفرنا حوالي متر واذ بتشبيههن تماما مثل ما يشبههن مبروك صناديق ذخيرة تماما. قال الصندوق أبعاده تقريبا حوالي 40 سنتي ب15، ولكن كمية صناديق هائلة كثيرة يعني. قال فتحنا أول صندوق عثرنا عليه، فتحناه شنو لقينا بيه؟ لقينا بيه سماد أسود يعني شيء يشبه البودرة بس سودة. طبعا يقول الصناديق هذنا
يقولون عثمانيات، يعني عائدات المنولة العثمانيين. قال أخذنا صندوق من هالصناديق على خبير الآثار، قالوا نعرف أنه في صناديق أكثر يعني. أخذناهن وشافهن، قال شال المادة، قال لما سلط عليها الضوء المادة هاي السماد الأسود، قال صار لونها تقريبا مثل لون الأسمنت، بس يقول جوا بداخل البير تبين علينا سودة مثل الأسمنت، يعني شيء على خضار، يعني أسود على خضار. قال لهم هذا هو الكنز، إن شاء الله بي صناديق النوب. قال قلنا له بي صناديق كثيرة يعني، شقد؟ قال كثير كثير يعني. قال والله بعد ما شاف الصناديق خمير الآثار اللي ما بده يجي، قال يقول لنا أمشوا، بدي أشوف، بدي أشوف، خلاص بدي أنزل بهذا المكان، إيش ما كانت تكون النتائج. قال والله وننزل. طبعا ما حد حدد يعني الكمية، هذا تبر يعني، والتبر للي ما يعرف هذا يعني يسمونه روح الذهب، يعني تجي تصهر هالبودرة هاي تتحول إلى ذهب عيار 24 قيراط. كانوا القدماء يستخدمون هذا التبر باستخراج الذهب نفسه يعني. طبعا العثمانيين الصناديق هاي صايرة يعني مسوسة نتيجة عوامل الزمن يعني. أما ما تأكدوا أنه فعلا هاي دفنة عثمانية عبارة عن تبر، كمية كبيرة من التبر، طبعا ما حددوا عدد الصناديق وش قد عددهن أو كذا، ما ننبه الأمور هاي، ولكن الكمية ممتازة يعني، خلينا نقول ممتازة. شيل وشيل وتحولت حياة مبروك، طايح الحظ، طلع لا طايح حظ ولا شيء، عبارة عن أنه الله سبحانه وتعالى أراد أنه يكون طريقه إلى هذا البير بهذا الشكل يعني. مشان يكون ربما يريد له خير بكل تفاصيل حياته اللي مرت به، يريد له فيها الخير الله سبحانه وتعالى. فأخذ ويشيلون ويعطون صاحب الأرض اللي ما كان يدري يعني، ولا حاسب حساب أنه حتى مو مقتنع يعني، ويعطونه نص هاي الكمية، وأخذوا الشباب هذولا الباقين نص الكمية، ولكن كانت يعني حصة مبروك هي خلونا نقول حصة الأسد منها، تفاهموا عليها وصرفوها وباعوها وكذا. وهذه قصة طايحة الحظ مبروك، وإن شاء الله تكون نالت وحظيت على رضاكم، وعبرة تكون وصلت. أخواني وخواتي، اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.